من أكبر الأودية التي تقع في غرب المملكة العربية السعودية جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وادي حلي. تبدأ روافد هذا الوادي من أعالي جبال السروات وجبال الحجاز من رجال ألمع جنوبا إلى محافظة بارق شمالا، ويتجه في جريانه منحدرا نحو الغرب، حيث يعد من أكبر أودية تهامة. ومن أهم روافده وادي تيه ووادي بقرة. يمتاز هذا الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها وبكثرة بساتينه وتنوع المحاصيل الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم، والتي كانت تنتج بكميات تجارية سابقا. يقع في هذا الوادي سد وادي حلي، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها المملكة لتأمين المياه وتنمية مصادرها. ويعتبر سد وادي حلي من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، ويعتبر أيضا أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية. ويعمل سد وادي حلي أيضا على توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمنطقة وما حولها.